بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتي طالبات مدرسة المجتمع الثانوية، أهلا ومرحبا بكم. نستكمل معكم دروس مادة الفيزياء للصف 11، معكم معلمة المادة الأستاذة. قبل ما نبدأ الدرس نشوف قيمة الشهر هي الابتكار. القدرة على الابتكار موهبة أوضحها الله في كل عقل. كل ما عليك أن تبدأي ابنتي، ابتكري حتى تصلي إلى القمة. قيمة الأسبوع الإيثار. الإيثار تفضيل الغير عن النفس. الإيثار صفة محمودة. الإيثار أعلى درجات القلب. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. درسنا اليوم يا بنات بيتكلم على إيجاد محصلة مركبتين متعامدتين حسابيا. إيه هي الأهداف؟ في نهاية الدرس يتوقع أن تكون الطالبة قادرة على 1- تحسب محصلة القوة، 2- تحسب الزاوية بين المتجهين. محصلة مركبتين متعامدتين زي مين؟ زي إكس وواي. إحنا كنا يا بنات جبنا محصلة إكس ومحصلة واي. أنا عايزة دلوقتي أجيب الإف في المحصلة. الإف هي عبارة عن إيه؟ الإف إكس سكوير زائد الإف واي سكوير تحت الجذر يا بنات. يبقى الإف في المحصلة الجذر التربيعي للإف إكس تربيع زائد الإف واي تربيع. لو أنا عايزة أحسب الزاوية ما بينهم، أنا عارفة إن الزاوية اللي هي التان، فأنا هجيب الزاوية بتساوي تان ماينس واحد إف واي على إف إيه؟ إكس. إحنا عارفين إن التان بيساوي المقابل على المجاور. مين المقابل عندي؟ هي الاف واي. مين المجاور؟ هي الاف اكس. عشان اجيب الزاوية فبجيب تان ماينس 1، يعني شيفت تان. تعال نشوف اسئلة وتدريبات على الجزء ده. عندي مثال صفحة 7، مثال 7 صفحة 25، بيقول لي: يمسك ثلاث رجال بحلقة معدنية من خلال ثلاث احبال، ما قوة الشد في الحبل ايه لجعل الحلقة ساكنة؟ امتى الحلقة يا بنات تبقى ساكنة؟ لو كانت محصلة القوة بتساوي كام؟ صفر. هو هنا مديني قوتين، الاف بي 80 نيوتن والاف سي 120 نيوتن. طيب، وهو الاف ايه المفروض ان هي يحصل اتزان. يعني ايه اتزان؟ يعني محصلة القوة بتاعتي بتساوي كام؟ صفر عند الاكس والواي. فالاول خدوا بالكم ان هو مديني ان الاف اي اكس المفروض ان هو في الربع الكام؟ في الربع التالت، فهتبقى الاكس بتاعته بايه؟ باشارة سالبة. طيب، هو مين الاكس الناحية التانية عندها؟ المية وعشرين باشارة موجبة. يبقى انا عارفة ان سالب اف اي اكس زائد المية وعشرين بيساوي زيرو. يبقى الاف اي اكس، يبقى انا كده جبت مين؟ محصلة الاي عند الاكس على المحور اكس، هتطلع باشارة مين؟ موجبة. طيب، بالنسبة لواي، أما بالنسبة للمحور واي، المحور واي هو عبارة عن إيه؟ الإف إيه واي بتساوي 80 نيوتن. ليه؟ عشان تبقى المحصلة بتاعتي بتساوي صفر. طيب، بعد كده يا بنات أجيب القوة المحصلة. القوة المحصلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الجذر التربيعي للـ a x سكوير زائد الـ a y سكوير. هنعوض، هتلاقيها كام؟ 144. ناخد بالنا يا بنات يا حلوين، احنا هنا الـ f a هي في الربع الكام؟ الربع التالت، فالـ x والـ y بإشارة مالها؟ سالبة. عشان كده انا حاطه الاف اي واي باشاره سالبه، فهي باشاره سالبه زائد ال 80 يديني كام؟ زيرو. يبقى قيمه الاف اي واي بتساوي 80، لكن لما اجي اكتبها هي سالب 80. ولما اجي اكتب بردك هنا انا مطلعه قيمتها ب 120، لكن هي تاخد الاشاره مين؟ السالب. فاجيب الجذر التربيعي لسالب 120 تربيع زائد سالب 80 تربيع، هتطلع 144 نيوتن. يبقى الـ FA أنا طلعتها بتساوي كام؟ بتساوي 144 نيوتن.
طب انا عايزه اجيب الايه، السيتا. السيتا بتساوي ايه؟ تان ماينس واحد. مين الاف واي عندي؟ اللي هي سالب 80. مين الاف اكس؟ سالب 120. تطلع الزاويه بتاعتي بكام؟ ب 33.7. الزاويه بين مين ومين؟ ما بين الاف ايه ومحور الاكس. صفحه مثال رقم 8 صفحه 26 بيقول لي يعلق جسم كتلته 50 كيلو جرام بواسطه حبلين بين جدارين، ما مقدار قوة الشد لكل من الحبلين في الرسم التوضيحي عندما تكون الزاوية بين أي من الحبلين والاتجاه الرأسي 45؟ يعني بيقولي إن الزاوية هنا 45، هنا 45. هجيب المركبة إكس وهجيب المركبة واي، إكس وواي. طيب ما أجي أبص هنا يا بنات هلاقي الاف اكس سالب تي ساين 45، وكده بموجب تي ساين 45 يبقى هنا الناتج بتاعي بيساوي كام؟ صفر. اما المركبه واي هتبقى تي كوزاين 45 بالموجب وتي كوزاين 45 بالموجب، يعني 2 تي كوزاين 45. مين اللي يا اساتذه معايا لاسفل؟ قوه مين؟ قوه الوزن. يبقى قوه الوزن الاسفل، وهنا الاشاره بتاعتها باشاره مالها؟ سالبه. يبقى اذا انا عندي 2 تي كوزاين 45 بالموجب ناقص الاف دبليو بايه؟ بالسالب، هيساوي صفر. طبعا هضرب يا بنات الاثنين في الكوزاين 45 مضروبين في تي، وهنا عشان اجيب الاف دبليو هضرب في ام ايه؟ جي. يبقى هنجيبها كده اهو، هيبقى حاصل ضرب 2 في كوزاين 45 طلع الرقم ده. انا عايز اجيب التي بهقسم عليه، طلع الاف عندي ب 346 وكام ونص نيوتن. يبقى انا دلوقتي كل اللي انا عملته جبت الاول محصله اكس وجبت محصله واي. هو عايز الاف دي قيمتها قد ايه؟ الاف هنا قيمتها 346 وكام ونص. تعالى بنات نشوف مساله تانية. بيقول لي احسبي القوه المطلوبه لجعل محصله القوة المبينه في الرسم البياني ادناه صفر. عبري عن اجابتك ب، حط القوه بقيمه اكس وقيمه واي. تعال نبص على الرسم بتاعنا ونبتدي نجيب محصلة كل قوة لوحدها. أنا عندي القوة دي ليها في إكس وليها في واي، والمحصلة دي ليها في إكس وواي. فالأول هنجيب الإكس. تعال نجيب الإكس، هتبقى 30 كوزين 45 و 50 كوزين 25 ناقص الإف إكس. على الآلة هتطلع لي 21.2، على الآلة هتطلع لي 45.3. هودي الاف اكس الناحية التانية، يبقى الاف اكس بتساوي 66.5 نيوتن. طيب تعال نشوف الناحية التانية، واي. واي هنا هتبقى بالموجب، واي هنا هتبقى بمين؟ بالسالب. يبقى هتبقى 30 كوزين 45 بالموجب، أما الخمسين هتبقى بإشارة مالها؟ سالبة. جبت دي على الآلة تقريبا 21.2، 21.2، يبقى محصلتهم الاتنين لأنها طرح فهتبقى صفر. يبقى الاف واي ايكوال ايه؟ زيرو. يبقى أنا لما أجي أكتب القوة عندي الإكس بتاعتها بستة وستين ونص والواي بتاعتها بكام؟ بصفر. يبقى إذا الإف بتاعتي، أخد بالي الإشارة إكس بسالب، سالب 66.5 نيوتن وزيرو. الإحداث الأولاني هو الإكس، الاحداث الثاني هو مين؟ الواي. طيب دعواتنا لكم بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب. بناتي كده احنا خلصنا الدرس الثاني، ان شاء الله نعمل امتحان كده في يوم نتفق عليه. ارجو مذاكره الفيزياء اول بايه؟ باول. اشكركم على حسن الاستماع.